مشاهدي قناة سهيل في داخل الوطن وخارجه، أهلا بكم في حلقة جديدة من أضواء سهيل. أحداث وقضايا عديدة نتابعها في هذه الحلقة، والبداية كالعادة بأبرز العناوين. معتقلو الثورة 3 سنوات ألا تكفي؟ امتحانات الشهادة العامة، عراقيل لتشويه التعليم. جماعة الموت تقتل البشر وتدمر الحجر في عمران. أهلا بكم. للسوريين حكاية مليئة بالغصة والحزن والشوق واليتم والفراق، حكايتهم مكتظة بالمآسي المشتتة على قارعة الطريق وبين ثنايا المدن المدمرة وفي صدور الأطفال والنساء والآباء والشيوخ. نتابع. حتى وإن أغمضوا أعينهم فلن يكون بمقدور أناملهم الصغيرة أن تلامس خيال لحظات وردية عاشوا ابتسامتها بالأمس، ففي الألوان المنبثقة من عالم السواد الساكن بين جفونهم المغمضة يطغى اللون الأحمر مختالا بقسوته، حدقت لحياة عاشوا ابتسامتها قبل أن تموت سوريا وتجبرهم على الرحيل، علهم يجدون حياة في الشتات. لن يغمضوا أعينهم، ففي كل طيف وردي يلمحونه في الخيال ثمة حديقة مدمرة كانوا يجدون فيها الفضاء الفسيح للعب مع أترابه، أو منزلا كان قائما عاشوا فيه معاني الطفولة في حضن الأبوين، أو مدرسة كانوا يتقدمون في رحابها كل يوم خطوة إلى الأمام، وصارت اليوم ركاما ليس فيه من معالم الحياة سوى قصاصات أوراق أو لوحات حائطية دفنت تحت الركام. لن يغمضوا أعينهم خشية استعادة الذكريات، وقد أحال النظام سوريا إلى ساحة إعدام جماعي، فبدا النزوح على مرارته بالنسبة إليهم فرصة للحياة برغم الشقاء. لن يغمضوا أعينهم، فربما نزح أحدهم دون أحد والديه أو بعد مقتل شقيقه أو أشقائه أو أحد أقربائه، بيد أن الحال يقول بأن الموت الذي ظل متربصا بهم حتى اجتيازهم حدود سوريا سيظل ماثلا أمام أعينهم حتى في ساعات اليقظة وحين يغمضون أعينهم ساعة النوم مجبرين. تشرق عليهم الشمس في بلد النزوح فيتذكرون غيمة سوداء لم تبارح سماء سوريا بفعل الأدخنة المتصاعدة من ترسانة النظام التي تقتل الشعب انتقاما من حريته وتقصف المدن لتعلن أن إصرار الشعب على رحيل الطاغية يعني الهلاك، وذلك ما يجعل أطفال سوريا النازحين خارج الحدود رهن الآلام القادمة مع الموت من أرض الميلاد إلى أجل غير معلوم. السجن المركزي بصنعاء دخله عبد الرحمن معوضة سجينا فوجده على غير ما أنشئ من أجله، وإنما أصبح وكرا لتخريج مزيد من المجرمين. التقرير التالي يحكي ثورة كانت في السجن لتصحيح مساره التأهيلي والإصلاحي. تعرضت لأكثر من 25 اعتقال الموثقات رسميا، وفي العام 2008 تقدمت بدعوى دستورية ضد رئيس الجمهورية وكبار مساعديه، واعتقلت في 2009 قاصدا بذلك كسر حاجز الخوف ورفع سقف الحريات. وقبل حوالي 9 أشهر كتبت عدة مقالات وأدلت تصريحات صحفية في عدد من قنوات التلفزيون طالبت فيها رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام. بالتالي تم إحالتي إلى نيابة الصحافة والمطبوعات وقدمتني المحاكمة متهم بتهمة الإساءة والإهانة للسلطات القضائية، وحكم علي بالسجن المسمى برئيس محكمة الصحافة والمطبوعات منصور شايع 6 أشهر و100,000 ريال تعويض. وحين دخلت السجن ظنيت أن دوري أو مشواري الثوري قد انتهى، لكني وبعد أن دخلت السجن وشاهدت أشياء تشيب لها الأبدان وتقشعر منها الأبدان، و يعني ف
فتجدد الروح الثورية في بداخلي وحاولت أشعلتها ثورة، حيث توفرت الخمور بجميع أنواعها، المخدرات، الحشيش كالكوكايين، وكنت أبلغ بتلك الجرائم ولم تتخذ الإدارة أي إجراء، مما اضطرني الأمر إلى أن أعلنتها ثورة حقيقية بكل المقاييس داخل السجن، وشجعت حرضت السجناء والأغلبية من الضباط والصف الجنود على هذه الثورة، وأقمنا اعتصام حيث اعتصمت أنا وأكثر من 700 سجين، وتعاون معنا بعض الضباط والصف الجنود الشرفاء، وتم عزل مدير السجن السلف، وتم استبداله بالعميد الركن صيفان الحجيري الذي اختفت تلك الظاهرة الحشيش والحبوب والمخدرات وغيرها، إلا أنها لم تنتهي بعد، لأن من يقومون بإدخالها هم أصلا ضباط وصف وجنود سيئين طبعا، وليس الكل، في هناك ضباط شرفاء وصف. يجب الآن على الأخ وزير الداخلية أن يقوم بانتقاء كادر وظيفي لإدارة السجن من الناس المؤهلين والمسلحين بالعلم، ليسوا من ذوي الخبرة في السجون كما يقولون، ذوي الخبرة والمهارة، هم خبرتهم ومهاراتهم في الإجرام وليس في تأهيل الناس. كما أطلب من الحكومة أن تولي السجون بالغ اهتمامها، بل تعتبرها بمثابة كليات وجامعات، لأن السجون الميتة في بلادنا هي عبارة عن أوكار لتخريج المزيد من المجرمين لا أقل ولا أكثر. امتحانات الشهادة العامة للعام الحالي تسير على خطى واثقة رغم السعي لتأخيرها عن موعدها المحدد ومحاولة إفشال المعنيين بتسريب أسئلة الامتحانات. حظيت امتحانات الشهادة العامة لهذا العام باهتمام كبير على المستوى الرسمي، لتنطلق أقلام أكثر من 500,000 طالب وطالبة بالكتابة على صفحات الإجابة، معتمدين على توجيهات عقولهم وقلوبهم ليجتازوا مرحلتهم الدراسية الأساسية والثانوية. على خطى وثقة سارت الاختبارات، وعلى ضوء خطة وزارة التربية والتعليم التي اتبعتها في سنواتها الماضية المكللة بالنجاح، لكن من ألف الفساد والإفساد لم يهدأ له جفن، فحرك ما بقيت لديه من أيادي متسخة داخل لجان الامتحانات وإدارة الوزارات، فسربت أسئلة الامتحانات محاولة منهم إفشال سير الاختبارات. سارعت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات بإحالة المتورطين إلى التحقيق وتأجيل اختبارات المواد المتبقية ليتسنى وضع أسئلة جديدة، حرصا من الوزارة على أن ينال كل مجتهد نصيبه. قبل 30 عاماً أسس مشروع مياه عزلة الأسد بشرعب الرونة، وحفر البئر وصرفت المضخات وركبت المواسير وأنشئت الخزانات، لكن لم يصل المواطنين قطرة ماء ليبدأ العمل بالمشروع من جديد بعد أن أسدل الستار على الماضي الجاف. المزيد في التقرير التالي. عزلة الأسد بشرعب الرونة تبعد عن مدينة تعز بحوالي 50 كيلومتر، ويسكنها ما يزيد على 15,000 نسمة، وتتكون العزلة من 7 قرى. وضع حجر الأساس لمشروع المياه عام 1984 ميلادية من قبل المحافظ محسن اليوسفي، وإلى اليوم لم يرى النور. هذا متعثر. إحنا عندما قمنا بحفر هذه البئر قبل 35 سنة تقريبا، مع مشاكل مع أصحاب مقبنة الذي عملوا 3 ارتوازات بوادينا، منها من يسقي إلى قريب القراحي، واحد يسقي إلى شرعب الرونة، و3 زراعية، أصبح 6-7 مشاريع بهذا الوادي حتى نشفت المياه، وإحنا ما استطعنا عشان نواصل هذا المشوار. حفر البئر وركبت المضخات وامتدت المواسير بالاتجاهين، وانتظر المواطنون المياه ولكنها لم تصل منذ 30 عاما. بدأ من 86 حفر البئر، وتمت الشبكة تقريبا الرئيسية ما عدا 2 مواطير، المواطر الأصلي على البئر
والمواطن الفرعية اللي على الخزانة الأخرى ما نزلتش، وبقى المشروع هذا مشبوك المواصير إلى الخزانة الرئيسي، وعاد منه التفرع حق للمواطنين اللي هو شبكة التفرع وصلت إلى معظم القرى، بعض القرى ما وصلتش له. وقف المشروع لأسباب لم تعرف، يعني قيل أن المواطير ما وصلتش، ما دفعوش المواطنين حق توصيل المواطير، أو فاختفت المواطير بعد 94، اختفت المواطير لم تصل. أياد لا تحب المنطقة ولا الوطن، سطت على الملك العام وشلحت المضخة وفككت القصب وأنهت حلم آلاف المواطنين الذين يعانون الأمرين بجلب المياه. المواصير تعرض للسرقة، المواطير تعرض للسرقة، والمجلس المحلي راقد على، يعني نائم على أذانه ولا يعمل أي تحركات. وصل المواطنين الرسمي ويسرقوا شلحوا تشليح، وقوا أهل شمير وأخذوا بعض المواصير اللي تحت لا قرية المطلع، وبعدين أصحاب المناطق هذه شلوا بقية المواصير. أنا أخذت حوالي 10 حبة كانوا طايحين كرفتهم، كان شوفهم جنب بيتي مرفوعين، إذا يسموا رجعوا الأول أنا حقي برجعين على طول. المواطن لا حول له ولا قوة، فالفساد قد توغل وامتدت جذوره، وهذا ما لمسناه من المواطنين ومن مناقصة تجديد المشروع الذي لم يعمل بعد. دحين قالوا المشروع قاع، فرحوا هنا قالوا قا يشتغل، حلق على لعنة الملاعين والمصيبين والمعارضين والمجعوذين والدجالين هذين، قالوا طار. دحين أسألت يقول لي باقي عرق، هاي العرق هذا شي يسقيش يرقاه ولا ما يرقاش؟ مع الاستشماكر هنا الاجتماع من الله ومعنا برك نشتي محاسبة الفاسدين هذول اللي يرحلوا المكاين ويرحلوا الفلوس حق الدولة، واستهتار بالمشاريع هذه محسوب علينا بفلوس من الدولة، نحن تعبانين فيها، مش إن الدولة اللي قابلنا بلاش، تجي هنا تتكسر هدر وبعدها متنفذين. أهم شيء المتنفذين هذول سابقا ولاحقا. 30 عاما من انتظار السكان لقطرة الماء، عسى أن تأتي اليوم أو غدا وتوفي الجيل الأول، وها هو الجيل الثاني والثالث ينتظر ويطرح قضيته أمام السلطات المحلية والرأي العام، فهل من مجيب؟ محمد يوسف، لقناة سهيل، تعز. ما تزال جماعة الموت توزع الرعب بالمجان غدرا على سكان القرى التي سيطرت عليها في عمران وتستخدم فيها البشر كدروع لتحقيق انتصاراتها الملطخة بدم الأبرياء والمحفوفة بوجع الوطن. عمران وهدايا جماعة الموت واللعنة في سياق التقرير التالي. خليها على الله، كره انشرقت الشمس، ما كان ركنش تشرق علينا الشمس، الشمس ما احنا راقنا تشرق احنا بغيري. نحنا دخلنا تحت الدرج، أنا وجهالي وجهال جهالي تحت الدرج دخلنا في البيت الثاني. مظلومية هذه المرأة ليست سوى قطرة في بحر انتهاكات الميليشيات الحوثية لآدمية الإنسان في مناطق مختلفة من محافظة عمران. أسر نزحت إلى خارج القرية وخارج المحافظة، وقام بعض المباني بتخريبها من الهاونات والمدافع. إما التفجير أو التهجير، خياران لا ثالث لهما في قاموس المجاهدين في سبيل السيد وميليشيات الرجعية القادمة من صعدة. عشرات الأسر نزحت خلال حروب الحوثيين ضد قوات الجيش الستة في صعدة إلى عمران، وها هي آلة القتل الحوثية تطاردهم إلى عمران ليعيشوا الجحيم بين الرصاصتي النزوح والفقر، حتى أصبح وضعهم الإنساني على شفا جرف هار بفعل ثقافة القتل والدمار. طردونا في صعدة والحكومة في عمران، والله يكفينا شرهم. أوقع الحرب عندنا في غافرة، خفنا على جهالنا وبسالنا الحوثي مركز في كل مكان، ورجعنا لجعنا هنا في أمران، وضحينا اليوم في أمران. وقفوا أين الإيجار حق البيت، ووقفوا أين كل حاجة، قالوا الأزمات تلاحق، إحنا نشتين ننزح في نفوسنا، الموظفين يقولوا إلا الله يخارجنا منا أن يروح بكشرة مننا. في كلام هذا الطفل وأباه ما يكفي لعرض جرائم الحوثيين بحق الإنسانية، وفيه ما يكشف قبح الهدف وسوء الغاية لتتار العصر ومغول القرن وأعداء الحياة. الحوادث ما يشتغل مننا، ما يشتغل من أرضنا، نحن مواطن في بيوتنا، لا أنا دخل لا في ذا ولا في ذا.
تمتد رقعة الانتهاكات الحوثية في أنحاء واسعة من المناطق التي سيطروا عليها على حين غفلة، مستغلين لحظات كان الوطن فيها منشغلا بمعالجة جراحه وآلام الحقبة المنصرمة. قبل أكثر من 3 سنوات فجرت ميليشيات الحوثي منزل المواطن محمد الحبيشي بالألغام في حارة درب الماء بمدينة صعدة القديمة في جريمة مشهودة اهتز لها الضمير الإنساني، وقتل في تلك الجريمة 11 فردا من الأسرة، ومن نجا من التفجير يعانون التهجير خارج منزلهم في محافظات أخرى وتلاحقهم الأمراض. التفاصيل في سياق التقرير التالي. الطفلة مودة ابنة 4 سنوات تعاني من إعاقة حركية في إحدى ساقيها وضمور في الدماغ نتيجة لتفجير منزل والدها فوق رؤوس ساكنيه دون إنذار مسبق في حارة درب الماء بمدينة صعدة القديمة قبل أكثر من 3 سنوات على يد ميليشيات الحوثي المسلحة، وذهب ضحية ذلك التفجير 11 فردا من الأسرة، ولم ينجو من تلك المذبحة الجماعية سوى هذه الطفلة وطفلا آخر مع جدته. وأمي من قدر خوفها على البنت خرجت البنت من هكذا خزق زغير كان في الباب نورت الحوثيين. حظ من الله كان بواحد من الجيران وصل وشاف البنت شلع من ايديهم، وتواصل معي اليوم الثاني بالتلفون قال لي بنتك هي عندي بس انتبه لحد يدري. وصلنا هنا حاولنا بالعلاجات حاولنا كابحنا كان بمنظمه ادرا في صنعاء، طلعت سكنت في صنعاء من لها ولجل امها لجل العلاجات. طبعا كانت الظروف سيئه لا بعد الغايه. قناة سهيل عرضت في تقارير سابقة مأساة تلك المذبحة الحوثية بحق أسرة المواطن الحبيشي الذي استقر بها العيش بمدينة صعدة ما يزيد عن 30 عام، وعندما أصبح لعصابات الحوثي صولة وجولة هناك ارتكبت مذبحة جماعية مشهودة بحق تلك الأسرة يهتز لها الوجدان، ما أدى إلى استشهاد 11 شخص من نساء وأطفال أكبرهم يعني 5 سنوات وأصغرهم 8 أشهر من الأطفال، ومن النساء 5 نساء. عشرات الوثائق والتوجيهات إلى مدير أمن صعدة والسلطات المحلية هناك للنظر في قضيته، ولكن لم يتم التجاوب معها. هذه البلاغ من البحث الجنائي لمدير أمن حوض صعدة، مشروعها عندك بالتفصيل يعني. طبعا من أحد الإصابات المتفرقة في الجسم هذه سماح زوجة أخي رحمهم الله جميعا، وهذا طفل عمره 2 سنة نتيجة إصابة انفجار، هذا شهادة الوفاة للشهداء. طبعا باقي معنا التقارير الطبية للجرحى في نفس التاريخ نفس الواقعة. هذا أنا بلا أحضر المريض إلى المستشفى مصاب بانبعاث ناري بالجزء العلوي الأيمن من الرقبة حيث مر العيار سطحياً تحت. نستأجر ساكن والله إن إحنا نعاني معانا، لكن نحمد الله ونشكره عند الله إن شاء الله ما يضيع. الحمد لله رب العالمين، ربي يشفيها ونسأل الله الدعاء منكم ومن جميع الأمة العربية. ويعيش أفراد الأسرة الذين نجوا من حادثة التفجير ظروف نفسية واقتصادية بالغة الصعوبة، ولم يتمكن رب الأسرة من الإيفاء بعلاج هذه الطفلة بانتظار مد يد العون من الأيادي البيضاء. يقترب شهر رمضان المبارك وتتباين استعدادات الناس لاستقبال الشهر الكريم، فقرة نبض الشارع ترصد جانبا من مشاعر الناس قبل أسبوع من حلول رمضان المبارك. نتابع. مشاهدينا الكرام، تتنوع استعدادات اليمنيين لاستقبال شهر رمضان المبارك، فمنهم
من يرى استقبال رمضان مجرد استمتاع بما ستقدمه وسائل الإعلام من برامج ترفيهية وما إلى ذلك، ومنهم من يطمح أن يستقبل شهر رمضان وقد تخلصت البلاد من أتون الأزمات المتلاحقة وأيضا تم استتباب الأمن والاستقرار فيها. نحن هنا في فقرة نبض الشارع نرصد آراء المواطنين وهم يستقبلون شهر رمضان المبارك. أخي الكريم، أنت كيف ستستقبل شهر رمضان؟ أتمنى أني أستقبل شهر رمضان بجو هادئ، يعني بعيد عن الأزمات، بعيد عن المشتقات النفطية. ما نشي ندور بترول ولا غاز ولا نشي نستقبل رمضان ما كل سنة زي كل سنة، يعني ما يكونش فيها خلق الله بيصوموا وإحنا ندور غاز، خلق الله بيستغفروا ويقرأوا قرآن وإحنا بندور بترول. يعني إنه شهر الخير إن شاء الله، إنه قاعد كل المواد من البترول متوفرة، الغاز متوفرة، كل شيء متوفر، وإن شاء الله إنه شهر خير بالطاعات ووص يعني، ونجهز أمورنا من مطلبات الشهر الكريم. إن شاء الله نستقبله بالخير وندعو إن الله يجنب اليمن الفتن. إن شاء الله رمضان يدخل علينا بالأمن والأمان والاستقرار ورخص الأسعار وتوفير المشتقات النفطية وعدم انطفاء الكهرباء، وهذا هو المطلوب. يجي شهر رمضان في الأمن والاستقرار والرخاء، بعيد عن المحكة، عن السياسة، عن المزاحمة على المشتقات النفطية. أتمنى من أي من كل واحد زعلته إنه يسامحني، وأنا بشكل عام سامح أي واحد زعلني أو غلط بحقي، وإن شاء الله رمضان كريم لكل الناس. إن شاء الله بنستقبل بالعافية، لكن أهم شيء دب غاز وماء. بالطاعة إن شاء الله والخير. رمضان على الأبواب، ما الذي تتمنى قبل وصول رمضان؟ نتمنى أن يتوفر البترول والديزل والكهرباء. نتمنى الماء والكهرباء والبترول والغاز، يعني يستقر واحد بيته، يعني الأمان أهم شيء. أتمنى أن يدخل رمضان على الشباب اليمني بالخير والرخاء وخالي من الأزمات والمشاكل وتوفير الماء، ذي لنا 3 أشهر بدون ماء. إذا أنتم تشوفوا تفضلوا بترول القصيبة نيابسة. نستقبله إن شاء الله بأمن وأمان أولا، وثانيا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا رمضان ويسلمنا رمضان، وكذلك أتمنى لكافة الشعب اليمني أن يعيشوا بأمن وسلام. داخلي رمضان ما فيش غاز مش موجود والمشتقات النفطية مش موجودة، لكن نسأل من الله أن ينتقم المخربين في هذا البلاد. إن شاء الله نستقبله بالخير والعافية والأمن والاستقرار، ويرخصوا كل حاجة إن شاء الله بالبترول والديزل والغاز. أتمنى أن يستقبل شهر رمضان بأمن وأمان إن شاء الله، وبذهاب الفاسدين كامل. بنستقبل رمضان إن شاء الله بالترحاب، ولا شريك راتب بيبس، لا أنا بطر بالحاجة، وكرات التونة وزبادي والخبز عين دي الله. بالخير والصحة والعافية ووجود البترول والديزل والغاز والكهرباء. أنت ممكن جاهز بالمساويك والأغراض هذه؟ أيوة. كيف يمكن لليمنيين استقبال شهر رمضان؟ الاستقبال بشهر رمضان يعني بالطاعات، يعني بفعل الخير، بكل شيء، بالرحمة والمغفرة وبالوحدة. نتمنى أن يستقبلوا رمضان باستقرار الأمن وتوفير السلع بأسعار وإصلاح الوضع الأمني بشكل عام بجميع المحافظات. مشاهدينا الكرام، حلقتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. الصعود والهبوط مشكلة الرياضة أم الرياضيين؟ إب جمال يملأ المكان والنفوس. أهلا بكم من جديد. طالب معتقلو الثورة الشبابية الشعبية وسائل الإعلام بإعلان حملة تضامنية لتناول قضيتهم العادلة، موضحين أن 3 سنوات خلف القضبان كافية، وأنهم لم يعودوا قادرين على التحمل والبقاء أكثر في السجن. التقرير التالي والتفاصيل. قبل 3 سنوات نشد هؤلاء الحياة الكريمة مع مئات الآلاف من الشعب اليمني، فتمثل القدر لهم مستجيبا وتجلى الليل، لكن القيد لم ينكسر. كبلوا بتهمة هم منها براء، مستدلين بعدم الإدانة طول 3 أعوام.
مضى من اعتقالنا 3 سنوات ولم يمض الكثير، فكيف إذا كان الاعتقال أكثر وإذا القضاء وإذا السجن طول؟ فأعتقد أنهم سيتناسوا قضيتنا بالمرة. أنا أستغرب من بعض الإعلام أنه تناول بعض القضايا وبعض الشخصيات، أضرب مثلا صديقنا المعتقل ظلما أحمد العباد المرقشي، يعني الإعلام الجنوبي تناول قضيته بشكل كبير وأصبح كل يوم يعطي له تغطية خاصة وأصبح يعني قضيته قضية رأي عام، أما قضيتنا يعني ذهبت أدراج الرياح. يقول شباب الثورة المعتقلون أن السيل بلغ الزبا و3 سنوات من الاعتقال كافية، داعين وسائل الإعلام تدشين حملة تضامن معهم بتناول قضيتهم، فآمالهم معقودة بالإعلام أن يجهر بسوء لحق بهم وظلم حل عليهم. أتمنى من صحيفة الأيام أن تتناول جميع المعتقلين وخاصة الحراك السلمي وشباب الثورة السلمية الموجودين في السجون في أنحاء الجمهورية، كما أتمنى من جميع القنوات وجميع الصحف والمواقع الإلكترونية وكل وسائل الإعلام أن تتناول قضية المعتقلين وأن تهتم بهم في هذه المرحلة، وشكرا. استجاب القدر وتجلى الليل ولم يتبقى سوى القيد على أيدي شباب الثورة، أملهم في الإعلام أن يكسره. المواطن يحيى حارث أحد ضحايا نهب الأراضي والسطو على الممتلكات الخاصة والعامة في محافظة إب، والتي لم تتوقف عند حد معين، وهي قضية قديمة جديدة ما زالت تؤرق كثيرا من المواطنين وتتسبب في ضياع الحقوق والاقتتال بين المواطنين في كثير من المحافظات. المزيد في سياق التقرير التالي. قضية السطو على الأراضي العامة والخاصة تؤرق كثيرا من المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية اليمنية شمالا وجنوبا، ولم تتوقف عند حد معين. يقول هذا المواطن بأن جزءا كبيرا من أرضه أخذت لصالح شارع السبل الخلفي بمدينة إب من قبل مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة، ولكنه تفاجأ بعد زمن قليل من وجود بنايات مستحدثة على أرضه، ولم يحرك مكتب الأشغال العامة والطرق ساكن للدفاع عن الشارع العام كما يفترض، أو تعود الأرض إلى صاحبها. قالوا يشتري يعني اسمه أرخص في الشارع على أساس أرخص، وطبعا خلاص أنا أرخص تعالوا نقول للأشغال علشان رح. قالوا فلوس نقسم هكذا، وطبعا حاجة نقسم، قالوا لأنه وجدوا لا اسمه هذا البيت الأمر خارج 300 في الأرض تخرج على بحسب خطة التنظيم على مستوى عندما تخرج على يعني تطلع يعني تخرج على خطة التنظيم تزداد الأرض. قلت لهم أنا أفعل مسجد، أنا أزيد أتبرع في غصبتي وأفعل مسجد. ها قالوا لا ما نشيش أخلوا أكل ما نشيش. إيش اللي حصل للأرضية؟ حصل للأرضية غصب، سرحوا على من يبني بسطه وصل الشارع، هذا الذي حصل والذي انشارع عليه. قسم التفتيش والضبط بمكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية الظهار والمحافظة أكدوا أنهم تحركوا لإزالة تلك المخالفة، وتطورت القضية إلى إطلاق نار من قبل الشخص المخالف والقضية رهن القضاء، وتم خروجنا في حين برفقة الأطقم والشيوخ لإزالة المخالفة. وعند وصولنا إلى الموقع وتم إزالة جزء من هذه المخالفة، وفوجئنا بالمخالف بخروجه من الغرفة المجاورة وقام بإطلاق النار علينا. تم تقرير وعمل محضر إثبات حالة بهذا بما حدث، ومن ثم أحلنا القضية بكامل أوليتها إلى النيابة، وهي منظورة الآن لدى المحكمة. فتم البناء فيها من قبل شخص بدون رضانا ولا لنا حل، اللهم أن الرجال يدعي ملكية، إحنا لنا متر أو مترين أو 3 يعني مخالفة بشارع، إحنا نتابعها من صميم عملنا وعبر القضاء، واعتزال يوم من الأيام عزال. وينتظر المواطن المظلوم من القضاء الفاعلية وسرعة البث في القضايا المنظورة أمامه وإحقاق العدل بين المواطنين. محمد أبو راس، أضواء سهيل.
ماذا يخطر في بالك أو بماذا تفكر الآن؟ سؤال نطرحه في قناة سهيل على الناس وسط الشارع والمحلات لنعرف ماذا يدور في خلدهم عند وضع السؤال عليهم. نتابع. أنا مسافر للسعودية وأتمنى أن أرجع إلى بلادي وهي بمصف الدول العالمية الباقية، وأن الظالمين يروح من اليمن يرحلوا إلى جحيم إن شاء الله. يخطر ببالي أن أرى اليمن ذات الشوارع الجميلة الممتلئة بالأرود وليست الممتلئة بالظالمين والفاسدين والظلمة. يخطر في بالي أن تكون الأوضاع سابرة وتشكيل حكومة كفاءات وعسبر كل حاجة، أن يكون اليمن متسع لكل الأحزاب، لأن إحنا أرى في فكري أنه إحنا على هاوية وإنزلاق ونزلق كمثل الصومال كمثل العراق. اليمن وشعب الطيب فلا حاجة للمتاجر الخارجية، نبقى نريد وطن متسع للجميع، تكون الدولة الضامن للجميع لحقوق كل الناس سواء كان في أي حزب أو في أي جماعة أو في أي فكرة، يعني فحدنا يضمن نشر الفكرة بالطرق السلمية، يعني عبر الطرق السلمية دون تخريب أو حرب. يا أخي أنا أتظلم وأتقدم إليكم بأني مظلوم من لدى محطة المخا البخارية، موظف من عام 2010 تمام، وأرجو من وزارة الكهرباء إعادتي إلى وظيفتي دون حرماني. ما في نفسي أن تكون هذه البلاد يعني في أمن وإيمان ورخاء وسخاء. نريد في هذا الشعب الجريح والأليم الذي توجد فيه جميع المصائب والفساد من جميع المفسدين، نريد نظام حكم عادل، حكومة ذات كفاءات. يخطر في بالي أن يوم ينزعوا الخيام، هذا أكبر حل لليمن. ما يخطر في بالي، يخطر في بالي أنهم ينظفوا الشوارع ويبعدوا باقية الخيام. احنا مطالبنا إزالة الخيام معظم من جولة كنتاكي إلى المهم لأنهم متضررين يا أخي، ما باقي إلا الخلطة هذول لهم لاقيين، هذول ما عادهم شو سوار وين الثوار. نجمع مصروف رمضان علشان يجي رمضان وقد احنا مفتهنين ويجوا معنا زلط ونفتهن في رمضان. في بالي أن ظاهرية الغش تنزاح عن جميع الطلاب في المدارس لأجل أن ينهض اليمن بجيل نابع من تعليم صحيح مش من تعليم غش. في بالي أني أطلع أستاذة ناجحة في المستقبل وأخلص دراستي وأكون أستاذة ناجحة في المستقبل. أنا يخطر في بالي أنه رمضان جاي وكيف عن نستقبل رمضان مع الحوثيين، ولا نستقبل بقتل وتشريد ولا بتوبة ورجوع إلى الله. فرق كرة القدم في كثير من الأندية المشهورة عرفت بكثرة الهبوط إلى الدرجة الثانية، ومنها فريق شعب صنعاء الذي عاود تكرار مسلسله الشهير والمعتاد الصعود والهبوط إلى دوري المظاليم. المزيد في التقرير التالي. معاناة شعب صنعاء في دور النخبة ما زالت باقية منذ زمن بعيد، مع كل موسم رياضي يصعد النادي إلى الدرجة الأولى وما يلبث أن يعود مبكرا إلى دور المظاليم رغم امتلاكه للمال وكذا لبنية تحتية تساعده على أن يكون رقما صعبا في الدوري، إلا أن المال وحده كما يبدو ليس كافيا إن لم يكن هناك إدارة تخطط وتنفذ بعقلية احترافية تقيه من تلك الانتكاسات. بدينا بداية مع المساعد المدرب كابتن محمد بناجح، مع تعاقدنا مع محترفين محليين للأسف شديد خذلونا بعض اللعيبة المحترفين وبعض اللعيبة اللي هم موجودين من النادي كمان خذلونا، لذلك حصل ما حصل هبط الفريق. حتى فكرنا يعني أتتنا موارد مالية تقريبا بنصف الدور الأول، جبنا محترفين للأسف الشديد غير صالحين للعب كرة القدم اللي هم نيجيريين، واستغنى عنهم نهاية الدور الأول، وتم تغيير المدرب بالكابتن مصطفى حسن. يمتلك النادي لاعبين على مستوى عال، إلا أن الاستقرار الفني للفريق كان غائبا، حيث تعاقب على الفريق ثلاثة أجهزة فنية ما بين محلي وأجنبي، إذ انعكس ذلك على نتائج الفريق المتواضعة والتي جعلته يحتل المركز الحادي عشر في سلم الترتيب العام للدوري.
اي فريق عفوا او اي فريق كرة قدم يبغى يستقر لابد يكون عنده مدرب مستقر معه من 3 إلى 4 سنوات. احنا مشكلتنا السنة هذه اعتمدنا على جبنا 3 مدربين لانه ما كان في عندنا استقرار. لو كان موجود معنا لو بدينا بداية صحيحة وكان عندنا موارد مالية كنا راح نجيب مدرب على عالم مستوى، نجيب لعبة على عالم مستوى سواء كان محليين او اجانب. عدم الاستقرار في هذا النادي يطرح اكثر من علامة استفهام على ادارته التي أدمنت لعبة الصعود والهبوط دون أن تحرك ساكنا لمنع تكرار مثل هذا السيناريو الممل الذي يتكرر باستمرار مع الفريق في كل موسم رياضي جديد. ضياء الحسامي لأضواء سهيل. شباب وشابات المحلة بمحافظة لحج بجهودهم الذاتية استطاعوا أن يؤسسوا مركزا وجمعية شبابية هدفها تنمية القدرات الشبابية وبناء جيل واع يخدم المجتمع. فمنذ التأسيس نفذوا العديد من الدورات التدريبية في مجالات عديدة. المزيد في التقرير التالي. جمعية شباب المحلة بمحافظة لحج هي جمعية سعى لتأسيسها شباب وشابات منطقة المحلة. الهدف الأبرز من التأسيس تأهيل وتدريب الشباب وإكسابهم مجموع من المهارات الحياتية لتخلق لديهم القدرة على العطاء والإبداع. الجمعية انشأت في عام 2012-13/1، لديها الكثير من الأهداف. أهم أهداف الجمعية هو مساعدة الشباب في التعليم وإخراطهم في التعليم لأجل القضاء على أوقات الفراغ، مساعدة الشباب أيضا في الإنخراط في سوق العمل من خلال العديد من الدورات التي أقامتها الجمعية، مثل الدورات في الخياطة، دورات في التمريض، دورات في التصميم الفوتوشوب. ومنذ تأسيسها فقد نفذت الجمعية العديد من الأنشطة والدورات التدريبية في جوانب مختلفة، شملت العديد من الشباب والفتيات أيضا في مراحل عمرية مختلفة. كان الهدف الأبرز من هذه الدورات هو مساعدة الشباب على التعلم وإكسابهم مهارات إبداعية تحفزهم على الاستمرار في العملية التعليمية والخروج بهم إلى سوق العمل بمهنة لملء الوقت بالإنتاج حتى لا يضيع الشباب وينخرطوا في أعمال أخرى تخريبية قد يتضرر منها المجتمع. قمنا بالعديد من الأعمال في منطقة شباب المحلة، ومن هذه الأعمال التي قمنا بها في الأيام السابقة العديد من الدورات مثل دورات الكوافير ودورة الحاسوب ودورات في التمريض وفي تنظيم وسائل الأسرة، والآن نقوم بدورات في افتتاح أيضا المخيم الصيفي في منطقة المحلة يضم العديد من الأطفال والشباب. درست فيها حاسوب في جمعية شباب المحلة. أيضا نشكر جمعية شباب المحلة. فالإجازة الصيفية لهذا العام سعت الجمعية إلى تعليم تلاميذ المرحلة الأساسية والإعدادية مادة اللغة الإنجليزية والحاسوب الآلي. الناس هنا في محلة لحج ممتنون كثيرا لدور الجمعية الاجتماعي بجهود ذاتية من قبل الشباب خريجين مع الكليات، شباب جيدين بصراحة قاموا بتشكيل الجمعية هذه، والجمعية قدمت خدمات للقرية كثيرة منها دورات خياطة للفتيات ودورات إنجليزي. يطمح الشباب القائمون على الجمعية في الدفع بها قدما حتى تصير مؤسسة تدريبية كبيرة تستقطب شباب المحافظة لتدريبهم ومساعدتهم لتلبية احتياجاتهم العلمية والثقافية والحرص على الجانب المهني. لأضواء سهيل، صادق الرتيبي، محافظة لحج. إب العاصمة السياحية لليمن تعد إحدى أجمل المحافظات اليمنية والعربية في تعدد محمياتها الطبيعية وبساطها الأخضر وشلالات المياه الطبيعية، فضلا عن حضورها التاريخي كعاصمة سياسية للدولة الحميرية وإرثها التاريخي الكبير الذي جمع بين القلاع والحصون والمدن القديمة. المزيد من الجمال يذكره التقرير التالي. هنا معجزة الخالق، بلاد ليس كمثلها بلاد، فاتنة المدائن على قممها يتهادى التسبيح وتخر الملائكة سجدا لبهاء من صور وخلق فأبدع وأعطى فأجزل. إنها تاج الجزيرة العربية كيف لا، وهذه الروابي كدر مكنون
يخطف بريقه العيون. هنا يتجلى الله بآياته، عروس اليمن وجنة الاصطياف وتحفة الزمن. إنها محافظة إب تتعدد مقوماتها السياحية بين جمال الطبيعة الخاطف للعقل والقلب معا، وتأريخ لعواصم يمنية قديمة والتي خلفت إرثا إنسانيا وتأريخيا يتمدد على كل مديرياتها، حتى أصبحت عاصمة لعواصم الجمال والتاريخ. فهي حاضرة سياسية منذ القدم، وتجلت في دولة الظفار الحميرية ومملكة الصليحيين اللذين بسطتا نفوذهما على كل ربوع اليمن، وكانت حاضرة للدولة الرسولية والأيوبية، جعلت من إب عاصمة للمدن القديمة كمدينة الظفار والثجة وجبلة ومذيخرة وذي إشرق، بالإضافة إلى أنها عاصمة للقلاع والحصون كحصن حب والتعكر وقلعة سمارة والخضراء وقلعة خدد. هي جوهرة اليمن الخضراء، بل تمثل منتجعا للسياحة العربية بشكل عام على مستوى الجزيرة والجزيرة العربية والخليج والشرق الأوسط. وهب الله هذه المحافظة جمالا طبيعيا متنوعا، ولم يقتصر على نوع معين من سحر تلك الطبيعة، فهي عاصمة للمحميات الطبيعية بندرة أشجارها وطيورها، وعاصمة لشلالات المياه الطبيعية والتي تتوزع بأعداد هائلة على معظم مناطقها، كشلال المشنة والنافش والنقيلين وشلالة الحزم ومذيخرة والسدة وغيرها. تستوقفك أوديتها وسهولها، تجتذب قلوب الزائرين لها بألوانها الزاخرة بكثافة النباتات والأشجار. تتخللها جداول الماء من كل الجوانب، كوادي الجنات في السحول ووادي بنا في السدة ووادي الحقل بيريم، ويتدفق من بطون تلك المرتفعات عيون الماء تدنو لكل عاطشيها. إب بجمالها الطبيعي الآسر للقلوب تكاد تكون جوهرة بيد فحام. لا الحكومة ولا السلطة المحلية مهتمة بالسياحة وبمقاومة السياحة، فقط هباها الله الجمال والطبيعة الساحرة التي تجعل منها عاصمة للسياحة اليمنية بامتياز. وتعد هذه المحافظة مخزون مائي لكثرة الأمطار الخزيرة عليها أكثر من غيرها، ولكنها تحتاج إلى بناء الحواجز والسدود حتى يكون لها مردود اقتصادي وتحتفظ بمخزونها المائي. وتبقى إب الحاضرة السياسية لقرون من الزمن لليمن الموحد، العاصمة السياحية الأكثر رواجا في اليمن. محمد أبو راس لأضواء سهيل، محافظة إب. أحمد رجل مسن أقعده دينه في السجن لتسع سنوات لم يزره أحد من أقاربه لبعد المسافة وصعوبة الحالة المادية، كما بدأت قوته وصحته تغادر جسمه تدريجيا. أحمد الريمي قصة شيخوخة تصارع السجن والمرض، المزيد في سياق التقرير التالي. الحاج أحمد الريمي حكم عليه بالسجن 8 أشهر في دين يزيد عن 13 مليون ريال. انتهت فترة حكمه، لكن حالته المعسرة وقفت حجر عثرة أمام تسديد ما عليه ليخرج من سجنه. لم أستطع أن أدفع المبلغ، ولا معي من يزورني، ولا معي أحد، معي مكالف، معي زوجتي وأربع بنات بداخل إب، ما معيش أحد، وأنا تعبان وعندي تقارير طبية، واحتكمت إعسار من في 2009 شهر 3 2009، وقالوا يفرجوا عني، ولا الآن لا افرج عني ولا افرجوا عني ولا. تسع سنوات قضاها في السجن أخذت من قوته ونخرت في صحته، أمل كثيرا حين صدر حكم الإعسار بأنه عاجز عن قضاء دينه، في أن تشمله الإعانة الرمضانية التي تشرف عليها شعبة السجون في النيابة العامة، لكن شروط اللجنة التي تسير عليها بدفع 3 ملايين ريال فقط أقعدت الحاج أحمد هنا. يقول يائسا: حكم الإعدام أهون من هذا الحال.
لو يحكمون اعدام النهوان علينا من الدردحه هذه بالصور يصورونا، من ما جاء كل القنوات صورونا للناس دردحه فقط، ما بش فايده. احنا على فلوس، ما احنا لا اعدامات ولا احنا سراق ولا احنا احنا يعني دخلنا بعشنا ودخلونا المركزي، المركزي لفلفونا للمركزي، لا قضاء فاسد كله فاسد، ما بش بنيابات، ما بش دوله، ما بش حكومه. أحمد الريمي سلك الوسائل المتاحة ليذهب عنه ما مسه من ضر. لسان حاله يقول: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، راجيا كشف ما به من سوء بأحد من الخيرين يسوقه الله إلي. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أضواء سهيل. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.